احنا جاي من اي شيكاغو. هو اللي هو حي حي تعال حي مرات تعال حي اي لا تنزل وين تنزل اوه شغلات وين تنزل بس اللي حد الان عاجبني افوت بالشمال هيا تعال حي لو خياته زين سلام Yes, that ugly guy. Yeah, I probably don't understand English in here at the same time, but we'll make it work. طبعا ما يكلش بارد قوي. بنانا وكل انواع الحيوانات مره يعني هذا هنا المهم يلا خلاص هذا هو اليوم خلص يومنا من هنا هسه احنا طبعا والله انا مش احلى الشلالات احلى مكان موجود خابصين الثلج والامطار كلش كان ما ادري الى هذا المكان ما له خاصيه والى طب شوفون هذا المكان شلون حافر بت... هذا جاي هنا هذا الشلال هذا المنظر كلش حلو والصوت كلش حلو تحيه الجو كلش حلو سموها الصقلالات وين تنزل؟ لانه كان سمكه هاي سمكه موجوده هسه لقيناها بالشلال سمكه والحية يعني بهذا المي بهذا المي اكو حياي واكو شغلات هاي هاي حية لو خياته Here we go. انا قاعد تاكلها اكلتها للسمكه كامله ما دام اكلت السمكه بس هاي هسه جاهزه لتعب واحد طبعا هسه مو تعب ولا تبتعد عن الحيوان هاي حقيقه هو بارد راح تدوع على حد الشلال راح اراويكم الحياه وراح اراويكم البيت